استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نظيره السوداني عمر البشير، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد الرئيس السيسي أن الزيارة تأتي تتويجا للعديد من الجهود التي بذلت على مدار العام الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتواصل بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالح الشعبين. أتى هذه الزيارة تتويجا للعديد من الجهود التي بذلت على مدار العام الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتواصل بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقا لمصالح الشعبين وتأسيسا على القواسم العديدة والمصالح المترابطة التي طالما جمعت بينهما في مسار ومصير واحد على مدار التاريخ. وقد تكللت هذه الجهود بعقد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية بالخرطوم في أكتوبر الماضي، والتي شهدت التوقيع على 12 اتفاقية وساهمت في تقييم مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين ودعم آليات اللجان المتخصصة التي تشرف على أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات. وأعلن الرئيس السيسي الاتفاق مع نظيره السوداني على أهمية مواصلة العمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. لقد تناولنا خلال المباحثات العديد من الموضوعات، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية، واستعرضنا التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين كمشروع الربط الكهربائي والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، فضلا عن التعاون القائم في مجال بناء القدرات والتدريب في جميع القطاعات. كما تطرقت مباحثاتنا لتطورات ذات الصلة بالمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث اتفقنا على أهمية مواصلة العمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد. وتناولنا أيضا التطورات الأخيرة في القرن الإفريقي وسبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، والذي تم توقيعه برعاية مقدرة من السودان الشقيق، وكذلك للجهود السودانية لحل الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ولسبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر. قال رئيس السيسي إن التاريخ يؤكد ما يربط بين مصر والسودان من علاقات ووحدة في المسار والمصير، وهو رابط أزلي لا انفصام فيه. إن لقائي بأخي فخامة الرئيس عمر البشير اليوم يعد اللقاء الثامن الذي يجمعني به، كما شهد العام الماضي العديد من الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين، الأمر الذي يؤكد التوجه الذي بات ثابتا وواضحا في سياسة الدولتين الشقيقتين، وهو التنسيق الكامل بينهما والسعي المستمر الدؤوب لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين في كل المجالات، وبما يتناسب مع الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما والتي يندر أن تتكرر بين بلدين على مستوى العالم. فالتاريخ يؤكد أن ما يربط بين مصر والسودان من علاقات ووشائج ووحدة في المسار والمصير هو رباط أزلي لا انفصام فيه. من جانبه قال الرئيس السوداني عمر البشير خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس السيسي إنه يجب عدم التأثير على حقوق مصر والسودان في مياه النيل. قضية سد النهضة والأمن المائي لمصر والسودان حاجة هي قضية حيوية، لأن ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وزي ما بيقال أنه عن النيل هو نيل مصر، فبالتالي لمصر مصلحة كبيرة جدا في مياه النيل. وبما أنه النيل الأزرق يمثل 85% من إيرادات مياه النيل، فيصبح هو المورد الحيوي والأهم في مجال الأمن المائي، وبالتالي ما يدور في الآن ببناء سد النهضة وتشغيل سد النهضة أمر يهم دول الممر والمصب في السودان ومصر، فبالتالي يجب
تكملة الاتفاقيات حول سد النهضة في ملأ البحيرة وبرامج تشغيل السد، ونحن نتواصل مع الإخوة في أثيوبيا، ونحن ننسق مواقفنا تماما مع الإخوة في مصر وبالاتفاق مع أخواننا في أثيوبيا لنضمن أن حقوق السودان وحقوق مصر في مياه النيل محفوظة بالكامل، ويجب عدم التأثير عليها بأي قدر من الكميات. وأضاف البشير أن هناك مشروعات مشتركة للربط الكهربائي، وكذلك يتم العمل الآن على عمل سكك حديدية مشتركة بين مصر والسودان لخدمة البلدين والقارة الأفريقية. كما أوضح البشير أن بلاده تسعى للتعاون من أجل ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره أهم ممر مائي دولي. كل القضايا المطروحة بين البلدين هنالك اتفاق حولها تام، كما تحدث الأخ الرئيس عن مشروعات الربط بين البلدين. الحمد لله نحن نرتبط الآن بطرق برية، الآن سيتم الربط الكهربائي قريبا إن شاء الله، وكما قال الأخ الرئيس هنالك الدراسات لربط سكك حديد مصر بالسودان ومن ثم إلى دول الجوار الأخرى، شرقا إلى أثيوبيا وأريتريا، جنوبا إلى جنوب السودان، وغربا إن شاء الله إلى تشاد، وغرب أفريقيا إلى داكار. هذا الربط حقيقة فيه مصلحة مشتركة لنا في السودان وفي مصر، لأن هنالك علاقات قديمة ووشائج بين مصر والسودان وأفريقيا. هناك قضايانا المشتركة في أمن البحر الأحمر، والبحر الأحمر نعم نحن الدول مطلة على البحر الأحمر تستطيع أن تحمي شواطئها، لكن أيضا نريد أن نتعاون جميعا لضمان أمن البحر الأحمر، لأنه أيضا هناك عندنا مسؤولية تجاه دولنا تجاه إقليمنا وتجاه العالم، باعتبار أنه البحر الأحمر هو ممر مائي دولي، بل هو أهم ممر مائي دولي موجود في العالم، يربط بين شرق العالم وغربه. توصف العلاقات بين مصر والسودان بأنها علاقات أزلية ومتشعبة في كافة الاتجاهات والمجالات، ويزكي هذه العلاقات ويدعمها أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كل منهما بالحياة متمثلا في نهر النيل. المزيد عن هذه العلاقات في العرض التالي. العلاقات المصرية السودانية. تعكس الزيارات المتبادلة بين البلدين العلاقات التاريخية والاستراتيجية، كما تجمع بين الشعبين المصري والسوداني روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين. يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره عمر البشير حرصهما على مواصلة تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، بالإضافة لأهمية مواصلة التنسيق لتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة. ويشير الرئيسان إلى المستوى المتميز من التنسيق الاستراتيجي والسياسي والأمني بين البلدين، والذي يهدف للحفاظ على الأمن القومي لمصر والسودان ودفع جهود تحقيق التنمية والتعمير. في أغسطس عام 2018 ناقشت اللجنة المصرية السودانية المشتركة مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، وتتمثل المشروعات الاستراتيجية بين البلدين الربط الكهربائي ودراسة خط السكة الحديدية المشترك ومشروع اللحوم الاستراتيجي وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية. اتفق البلدان على إقامة المنطقة الصناعية المصرية في السودان على مساحة 2,000,000 متر مربع، بالإضافة للاستثمار في مجال الزراعة مثل القمح والذرة، وعمل شركات صناعية في مجال صناعة الدواء، وإقامة مناطق لوجستية مشتركة. تصدر مصر إلى السودان حديد التسليح والأثاث والسلع الغذائية والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات النحاس، بينما تصدر السودان لمصر القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية. تشهد العلاقات الثقافية بين البلدين دورا مؤثرا للجامعات في تعميق هذه العلاقات، حيث تهدف الزيارات المتبادلة بين أساتذة الجامعات المصرية والسودانية تبادل الخبرات.
للمزيد ينضم إلينا هاتفيا السفير أحمد خطاب مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد تحية لك سعادة السفير، إذن زيارة من الرئيس السوداني عمر البشير لمصر ولقاء بالرئيس السيسي عقابه مؤتمر صحفي خرجت منه تصريحات تفيد بأهمية هذه العلاقة التاريخية والأزلية بين مصر والسودان واتفاقات اقتصادية لها علاقة بمشروعات ربط كهربائي وسكك حديد، أيضا الاهتمام والتأكيد على حماية حقوق مصر والسودان المائية. كيف رأيت هذه الزيارة؟ أرى هذه الزيارة تطور بالغ الأهمية من جانب السودان لدور مصر ونظرتها إلى العلاقات الثنائية في المرحلة الأخيرة. لا يخفي عليك ولا على أي مراقب للأحداث والعلاقات أن العلاقات كانت بتمر في فترة سابقة بأسوأ مراحلها. السودانيين النهاردة بيقتنعوا ان الرئيس السيسي بيبني علاقات أزلية صادقة مبنية على الثقة المتبادلة ما بين البلدين ولما تمثله السودان من أهمية لمصر وما تمثله مصر من أهمية للسودان في نفس الوقت. وبالتالي يعني في على مدى السنتين الثلاثة اللي فاتوا شافت السودان على تصرفات من مصر تجاه السودان تبين مدى مصداقية القيادة السياسية اتجاه بناء علاقات جديدة بين البلد. السودان بيمر حاليا بمشاكل داخلية عميقة وأدرك أن السند الحقيقي له هو جمهورية مصر العربية، وبالتالي اقتراب القيادة السودانية مش جاي من فراغ، جاي نتيجة أيضا ما تعانيه من مشاكل داخلية، وهو يشعر تماما أن مصر هي السند وهي الظهر الحقيقي له في واجهت هذه الـ نعم يعني. وفي هذه النقطة أيضا تحديدا أثنى الرئيس السوداني عمر البشير على وجود وفد مصري رفيع المستوى ذهب إلى السودان في هذا الوقت. نعم نعم، في عز الأزمة، وهذا هو موقف مصر دائما في الأزمات، هي الشقيقة الكبرى التي تراعي مصالح الآخرين بغض النظر عن اختلافنا في مرحلة أو في فترة من الفترات في العلاقات، بل إحنا friend in need friend indeed. هذا هو الصديق الأخ المصري وقت الشدة يتحرك بما تبلي عليه ضميره وعلاقاته. المسألة مش مسألة مية، ومش النيل ماشي ماشي والمية جاية جاية، ولكن مصر النهاردة بتقول هذا نظام شرعي منتخب ولا ينبغي إلا أن تؤيده وتدعمه، وزي ما حضرتك تفضلت كان هذا الوفد على أرفع مستوى بيقدم الدعم والتأييد للنظام حتى تمر هذه الأزمة لصالح الشعب السوداني الشقيق. طيب أخيرا سعادة السفير، إذن يعني مع كل قوة هذه العلاقات بين مصر والسودان والروابط التاريخية، أيضا يجب أن يتزامن هذا ويتوازن مع يعني علاقات اقتصادية كاملة. كيف ترى كل هذه المشروعات المزمع إقامتها الآن بين مصر والسودان؟ أرى أن بعد مرحلة طويلة من اتجاه السودان أن بدأت النظرة تتغير، ويدرك الشعب المصري والقيادة المصرية أهمية التواجد بفاعلية في وهي بفتوح استثمارات عديدة من القطاع الخاص السودانية. دي حاجة كانت مفروض تتعمل، ولكن الخلافات اللي في الفترة الماضية إن شاء الله إن الفترة اللي جاية تشهد عودة المصريين إلى السودان كما كانت وأكثر. نعم، اللي أنا عاوز أقوله لحضرتك إن أهم مخرجات هذه الزيارة هو الاقتناع السوداني بأهمية وجهة النظر تجاه سد النهضة، أهمية ملء الخزان بالتدرج وبما لا يؤثر على الاحتياجات المصرية. نعم، المية. هذه وجهة نظر لأول مرة بنسمعها من الجانب السوداني صراحة وعلانية بأهمية الملء المتوازن للخزان بما لا يؤثر على حصة مصر السنوية من المية التي تعتمد عليها اعتمادا شبه كامل في احتياجاتها المائية وفي معاشها. هذا هو أول مرة تخرج القيادة السودانية بهذا التصريح الواضح الصريح وتقر بأهمية التعاون المصري السوداني في ملء الخزان وما يدور حوله من مناقشات في أسرع وقت ممكن بما لا يؤثر على الاحتياجات المصرية. نعم، شكرا لك على هذا التحليل السفير أحمد خطاب مساعد وزير الخارجية الأسبق.